كعنا مانتا إن دير إن دوي يكو عبعد يكو مدمدو يكو تما أذك يكو تما جل جل عسن يمذب والبهي ينشو ابن آدم لا يرزقه إلا الله لا يطعمه إلا الله لا يسقيه إلا الله كان ورابي واء الله كان عنتدسي واء الله دركا كان قسي واء الله وليس غير الله كان حيوانك كادوي حول درح الحلال مئة درجتين هو هذا يتساق القرحة فرسية وقرحية المويد حولها سيقول لشان إلى أي كرد ماذان أما لعنوه أما إلتان در محرتان لكن هذا إله درب كوحري من مالين تهد يريد هرقد يرى كذب نظر درب أحد دركا على حلال ينسو يخوصو صاري هو الله مركوه الرئيسي إلهي قيد بو أبوري قيد عنت إلهي كسي قيد كلا إلهي شوص أبوري دربو كسي هذا الوحن كلا لونك الله سو صاري بترول كي ألابتنا بهذا الله بطيبة الله سو صاري يا ونركني وحني الكل من الله ما من نعمة إلا فمن الله أرنت هذا إساس تهي مرك ربك إن جعلاته ربك تلسالته وين أيضا مرك القرآن كي في أواخر سورة العنكبوت عجائب ترى يا أيها عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ملك عليه سمجرت مال هذه عبادة إلهي تكون بذن ويدي سكتك للكيغ وواسع بإلهي للكيغ وواسع بإلهي مر مركا قاركيس مركا دعوة يميل وسعنا دولة غاركوت كليهن في زكم السينين عندنا إلهي سبحانه وتعالى للكيس وبنيه أما في زيسي أما في زيدي ولا تفعل شيء إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت وضدك يدل وضع سارنتها وعبرتها نوية وفي كل بلد واي يومي ما أنت صدد لماسي في غينيا في نيروبي في كل مكان قدر ما لها مقالة أنت قلناها ما لها أوير يربى دوك اللي قشيها قلوا ده قبورته يوميا لح تضم سديد من أسنابه نقولها وحن تقول ماشي أدونك اختار لماذا هو لندن تو جرمن سلاس وكلا محاضرة أنك جدينا يعني لي كورها بودن كان تكنولوجي يهور مركز اختار لماذا وقاري لما شدي ملا جوجي ويقول لك أنا أقول 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 لك أنا شخصياً لك أنا أقول 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 لك أنا سيدا ولادة وأي هيد بعد ما شذن وجرته لكن ما لما شعرته ما يهلك هو ما ثم إلينا ترجعون كذا بيسا بشارتنا كذا بيسا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين وقوم كواس الذين صبروا على ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم وفي قراءة لنبوئنهم وحان دجندونا لنثوينهم لنقيمنهم وحان إقامة وردونا ما شئ دقان ويكون قاذان جنات غرفا غرف إن ما شهد اسم أي جرت إلهي كو شاهد قرية قرقرح بضانو إلهي لسي إن لقد جندونا إلهي كو بشاري وتجري من تحتها الأنهار هذه قرية الدنيا ذا إبلاعات إذن هوس مران حق هوس تودا وحام مران أنهار وبيو لأن حق بلاعات وسخ إيو قرية جنة وين يسن مسقل لها إن ملقو شاهد ما فيه مسقل قرية ما أنت أدون كو قرح بضان هذه الولاء قالوا لكن مسقول ما لم يليس هذا محن كفر هي ما هذا ليس
هل دول الركوع هذا مش ولا يفيدك بيت باي روان قادنا يا وكذب بان مسؤول كقضان لقوم وان قال إن المسؤول قال ليش هل المسؤول شيء طيب ما وضرورة وضرورة الإنسان وحاجة الإنسان وحقارتي فيها وان كذا إنسان قال تصيا هذا نوع حلو حر يا ماشى وإلهي كو فضلي ويرنو لا شفيعا إن يسن مسؤول لهين الناس في الجنة يأكلون وعنيا لكن وسخ شو ما بدل يشو ويشربون كادي ما يشو بدل يشو ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون حتى حاكئي وسخ كسو بحضة إلهي يسميه باليري تنفس كمسكحضة هكذا يوحن يدوف كان يوم ملئ كل شيء ملئ وسخر من جنة لقمه وقلا وسيوح نقول دونان دي إلهي أدونك بكو سميني نشئانكو أبوري بنشع عصب سمي دونا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير عند هذا مركز كل ركتور لدي أدقون ومسكي أبي شو بدل إيسا أما داعذ أدونكو ما فيعنا وركيدون ما هلاك سنة لكن داعذ ومسكي ريحة وريح المسكي هذا في الجنة قريهنا إلهي باب قتل مامي قريه إلهي غرف قال القرقرح بدن قتل مامي كورا في سورة الزمر حيه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية قال هذه شيء لهم غرف من فوقها غرف مبنية ها قولي إسكا عادي ما هو وهي طبقة وقروح بضم بيكو جناوي وحيالها يري يركنا هم ملايين لبضها لبضها مترة إن في الجنة وحي النبي عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن في الجنة وحي كليه لخيمة خيمة وتين لوبا لأوران كرا سوما تين لاب سوما لوب لوب دلان ملايين من لؤلؤة واحدة هل لؤلؤة لقزمي أو مجوفة لحدة كدولة إشاء هل كان واحد قرن إشاء يعني فقراء أدون كوحة شكن كان وحل شكن كان داد أرقت وأدد مشاكين قول إذا أقرح بدن أدد فيه سمحوك كومي شمينت إيه لقاح إيه روبة إيه ونسخ إيه مسبار إيه ألواح إيه وفقراء مشاكين سيدة أدقى وهذا أبو الله بنت هشين برت ما ينها حشاش إنتي كسو قرته قول كل ما أهكاس سيدة أمبال أبو بيها أهل الجنة ديكو أركان ليش؟ لأن حق إلهي وحال شك كي كيري ما هل لؤلؤة هل لؤلؤة دائما أو واحدة أو 60 ميلا لحدا ميل 60 كيلومتر للمؤمن فيها أهلون أهل بوكلية هيك فربضا لا يرى بعضهم بعضا قارك وقارك على أرك مايان وشعقي أنت لا أكثر هذا في الجنة وليب بعض أهل العلم وحكولية هنا هذا خيمة مقشور وعلى ضفاف الأنهار للكشتة وللفرحة وال ما المها فسح فسح أيوه بل لو تقع أصل البنيان ما بقى أصل البنيان ما بكسي وين أيوه قصور تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا قصور هذا ما وعد الله لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار مركا خروح ذا سلم ميسترا من عكس تمرك الليلة أعلى شيء وإلهي أبو ري خروح ذا إيا وناقا لمرك يقود بيوسي هذا يقريه النقطة هذا قبله النقطة كل شيء ها نروس مركا يساو في عندها وحيكون أنك سنتا إنا لقيتك لأن هذه لقيتك أو دمشق أي كذا بيسو أما أودف كذا بيو أما ما ركت هجرة أي كذا بيسو ردا ما له يعني ما له ردا شو ما ده كي شو ما له وده جوج جيرنا يبغى كرنا يه بديدين هذا بريا بريا لو بارا رتاني رك بركة تجيو ما الله هبا بري وحقو شو مري قري أي كسر ميستين على ضفاف نهر شبيلة مش أو أفجوي بقول يقول قرح بدن لقى الاستي وبيجين هوستو مريع مركاسي أوير إكسيين جنات تجري من تحتها الأنهار
dabadeedna waa laga soo eriyey way ka soo caday iyagoo kabalaanay ka soo cararay kabalaan bay ka soo cararay anaa arkayba iyagoo fuqaraahu masaakiina qaarkood markii dambe raggaan guryaha ku arkay kuwa ka mido waxaan arkay fuqaraa masaakiin oo baabuur waxay ku raacanaan haysay marka ma fiicna waxa oo aada og tahay in amaad ka dhimanaysid amaad ka cararaysid oo laga eri doono maa lahu tacm amniba maleba laakiin fi ljanna taaman waxa weeye waa ku waaraysaa markaasuu ilaahay daba dhigaya daima lanubawi'annahu min aljannati ghurafan tajrii min taxtiha alanhaaru maxaa ku xiga khaalidiina fiiha meeqasana ilaahay ow abadan 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 waxay goysay wax zaman laydhaa oo dhan malyan sana ma aha malaayiin sana ma aha balaayiina siniin ma aha abadan khaalidiina fiiha abadan ayad kale waa khaalidiina fiiha halkan muxuu ilahay daba dhigay nicma ajru alcaamiliin bal ajri iyo abaalgud uu ilaahay weyneeyey suu weynaa kusuu noqon karaa abaalgud waxaa nicmo leh oo yacnii ammaan leh oo haddii abaalgud uu qiimo lahaan leh qiimaha abaalgudka ay raggaasi ay heleen weeye waa kuwa ma ilaahayow alladiina sabaruu kuwii sabray waxalaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigoodana tala saartay markaa inaad isbaadhid sabar miyaan leeyahay sifatu sabri miyaan leeyahay oo sabar wax geed ku jirtaa fadhigan aad ku jir aad fadhida baa sabar kaa doonayaa salaada aad tukanaysaa sabar kaa doonaysaa salaada inaad ku sabirto oo tan fardiga markaad tukanaysid iyo dawaamkeeda aad ku sabirto oo tan sunnada ah ramadaan oo kaleeto markii salaada dheer la tukanayo aad sabirto istaciinuu bisabri wasalaati way wada socdaan waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha way la socotaa sabir waxaa ugu baahi badan salaada walidaalika salaada nebigu wuxuu ka cabiray salaada nuur wasabru diyaa diyaana qoraxda weeye nuurna dayaxa dayaxa iyo qoraxdiya weyn oo iftiin badan qoraxda soo maa sidaasoo kaleetaa la yidhi camal kaste sabirku u baahan yahay soonkii sabir buu u baahan yahay salaadii sabir bay u baahan tahay akhlaaqdii wanaagsaneyd sabir bay u baahan tahay kullu camalin saalixin yaxtaaju ila asabr falidaalika saara diyaan oo ay istimdaad ay kasoo wada qaataan ay kulligood u wada baahan yihiin aladiina sabaruu calaa rabbihim yatawakkaluun waxalaa rabbihim yatawakkaluunna rabbigaa inaad tala saarato oo aada ogaato qaadi alxaajaati inuu ilaah yahay subxaanahu wa tacaala waana barnaamij runtii aad iyo aada daciifu noqday oo zamankan dacfi weyn naga galay oo khaalasatan ummaddeennaan afka aan ku hadlayo ku hadlaya ee reer soomaali leeyahaa yacnii intii mashaakilku ku yimid ee dhibaatadu ay ku timid waxa ka weyn oy dhaxalsiisay waxyaala xunxun oo tawakulkaas dadkiisii ah hadday ummaddii oo dhan wada shaxaad noqotay oo nin walba nin kale waxay sii uun ka sugaay oo meeshii dadku ka xishoon jireen xataa hadda gaajo u dhimanaya uuna qof wax weydiisan jirin maanta ay iska dabiici ba iska noqotay caadi ba iska noqotayba war ma tahay arrintaa mise maaha ya waa khata'a ugu weyn ee aad ka gelayso weeye baabu tawakkuli cala allaahi mu'min baa tahay muslim baa tahay saaxibu salaatin baa tahay see bani aadam kale ugu baahan kartaa xataa low tamuutu juucan haddaad xataa gaajo u dhimanayso ilaahay ka hordhimo hortiisa walaa tasal bani aadam bani aadam waxbaa weydiisan waxbaa si ka a soo ma ahaa yaa gacanta ku haya umuurta adduunka iyo aakhiradaba allah ilaahay bari oo ilaahay dariiqa aad ku baryayso iyo waddada aad u marayso maaha ilah waa ducaystan adigoo kaafila maaha inaad habeenkii kacdo oo qiyaamuleyl tukatid qiyaamuleylka markaad tukanaysid waa muqadima boqorada layskama galo boqor markaad boqorada adduunyada iyo madaxweyneyaasha iyo iska gal maaha meesha waxbaad sii horumarinaysaa oo dalab baad sii qoraysaa oo meelaad sii maraysaayo xafiisyaad sii maraysaayo ka bacdina waa lagu baarbaarayaayo oo amiiro badan baa iska jira soo maaha iskagama tegaysid boqorka ama madaxweynaha boqorkii rabbulcaalamiina ahaa oo biyadihi kullu shayin gacantiisa wax kasta ay ku jireen salaad baad sii horumarinaysaa aada wanaagsan oo tukatay
وبالخشوع كتكتي وهبينك قد عركيساء ونعدنا كاور هين ومركاسات مركات لما يشو عملك صالحا ولي صلاة دير كل بتوطيبة في عن قيام الليل دير ما سجود دير كبعد بعد فريسان إيسا مركاسات إلهي أحاج ورما إيسا إلهي ولو حاج ورما ها مال جبهتي لإذا بها نقو حبيب إيسا دوقا نحبير نكا وحبيب إيسا لي أبا سود عيشاني وحبيب هل كاسو صفر إيسان يا مكاسو أرني إلهي ما شاء جلبك هل كما نكتب أرني هل كاك جلبك هل كاسا مالمان آدي حرورا يشوف كوا نختل كنا وحيليه وحبان لبدل يوم وحبدل بانوبهان هذا هي هل كاي هجاج وحو كليه مركو وحاد مودان شعادي يا أبو باي ربي قول شك واسد من رب حقوق قاتي ديوش وحقوق قاتي قرآن حقوق قاتي ذكر رحمة ربك عبده زكري زكريا سو إلهي بريه متغن إلهي بقوشي وحوير إذ نادى ربه نداء خفيا أو مسكين نبي شو جرتوا له يا شو بين بهنا يوم قال ربي إني وهن العظم مني إلهي ولا فيه جواج العين وإله ميول أقول لا في سج العين ويوحى الورمية إلهي ولا فيه باي جواج العين إلهي تميه باي عذاري أو دعبا نقضي واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولي دعاء أنك دعيت وكبرين كمهوج وهذا كهر ما من كواي وحن كويديست لكن ما أنت عارن علوس ما وتوال ما أنت عارن علوس ما وتا ساسو إلهي ولا هضيع وإني خفت الموالد هذا النوح يبوك اللي فيه ده كان قرابة ذي الماذي الرضي يوحى ليه أيان أيان كبق أيان ديت حباري ويا ويا بعد كذا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة حاس كي كان وحى أحد عاقرة وحبر دلين يضم الدليل شوي أنا يبون حال كي يسدد اللغضي إيه فهب لي من لدنك وليا إيسي ولي ويل إيسي أو ماركتي ولي النغضي دين تيقى حباروي جوابتي محي نغضي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا من لم يدحد كور ما بجرين بقى يحيى نقصيني ما قعيسين هرا لوسي سييبا ما قعيور هذه ماها هرا فلوسي سي ولا سي ما قعابين يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا السقي هذا الدعاء لا دعيستي أي بشارة مركو مقلي بشر نمذي يا بني آذن نمذي دبه صور نقطي يا ضعف يدي مركاسوين قال ربي أنا يكون لي غلام سيول كل الكراوات وكانت امرأتي عاقرة ناكتين من ليش بيد وحمو برشو وقد بلغت من الكبر عتيا دا قبو بي وطوق وحبنا لك للنوانا إزاي المكوية لكرا حتى حتى وحد إلهي بري لكن بني هذا النبي بادي وقشو نقطي إيوه ضعف البشرية دي بادي وقشو نقطي شو مارك دي مركز على الله الضي بكلام عظيم قال كذلك واسدا قال ربك سدا ربك محويري هو علي هينا لقوي فضلي هو علي هيل مركا اديق ارنت وحكاسي يا جن اي وحبا اي قسن اي وحبا ان ايها سنين تابده وحد قلت له اله يو انا سمعتك وحامكم مغلي اديق ولي هو علي هيل ارنت واي فضو ضحي ارنا ددك او فضدي ونن داه وحب دليدي دافي يا اسلام ما دليس هي بعد وين سي سي وحات له هو علي هيل يعني انا وحوقي قال ايها جاجي اله يسكده وبري بهذه الطريقة الله يعطيك إلهي هو كبر نيسان ابن آدم مسكينه فقيره محتاجنا أبه الميسد فهو يكفيك ولذلك إلهي صفة التوكل إن بضم بكسوع العليا في كتابه إن بضم بكسوع العليا إن بضم بكسوع العليا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله على الله توكلوا إن كنتم مسلمين إن مساء إلهي كسوع العليا صفة التوكل كابا لنا قدونية الله نسيب الله نوافجي اللهم ارزقنا يا رب العالمين حسن التوكل عليك وحسن الإقبال عليك حسن طاعتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ما عرفتنا من كتابك من جنات تجري تحتها الأنهار غرفا فوقها غرف مبنية فلا تحرمنا بعد أن عرفتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام أسألك رضاك والجنة
نعوذ بك من سخطك والنار، اقض حوائجنا حوائج إخواننا جميعا، ارزقنا حسن التوكل عليك يا رب العالمين وحسن الإقبال إليك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله. بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. باب التوكل على الله بان كوشي جرينا، لأنه باب عظيم. وإن إنا ثرت أقاتل كون كان أتليا إنه الله وحده لا شريك له، مخلوقات كو إذلنا أي قعنتي سي كجران، لا يتصرفون، لا يحركون، لا يسكنون، لا يقدمون، لا يؤخرون إلا بأمر الله. إنا أردت أقاتل بالغ الربا، والله جنة قريشا، نعيم الجنة قريش، هدي إلهي وصفتها قصي، وقلبي قال مطمئن هذا كل نقطه، كان كل شيء بيده هو الله. نول الوناكسن بعد ربطها ثم نول الشاء وناكسن بدون تفاصيل، نول الشاء وناكسن إذا هذين يسو بيد الله إلهي قعنتي سيكون جرتا وضضع وضضي أدكوه للهيدون عنوان كونها قفل ننسى حاضتك والوناكسنة أما صحابتي أما تابعين تاها لما الشيخين رجل بالين أيا أصوغ علي سيدنا علي بن أبي طالب مركا إنه صحابي أهانا ولا قيابا لكن ننكني وحو أصوغ علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومركا إسهو أميره وسلام السلام عليكم ورحمة الله عليكم وحو يري جئناك لحاجة ما أنت وحن وكون من أميره حاجة نكون من حاجة ذاس عرضناها وحن وبلغني على ربنا ربي جنب وبلغني قبل أن نعرضها عليك أنت أنا أذيك هو شو بلغني إيه فإن قضاها ربي جن هدي وأرنتها قضيه وأقاميه شكرناه ربي جن وأم هذين حمدناه إلهي وأم هذنا غينا وحمدنا وشكرناك أذيقنا وهكو شكرنا وإن لم يقضها ربي جاي هدو أرنتاس وسن قدرنا ونقم من عينا حمدناه إله وحمدنا وكو شكرنا وعذرناك أذيقنا وكو عذر دارنا وركم فانت يعني ننكر أن يا أميرك هاو وكسل بيي ودي بوك قاضي أذيق حقها ما أرنت أرنت إذا حليبا إلهي وبندق ما كان قيام الليل قد تكناي بان إلهي وبندق هدي ايغو اهميه ارنتاس اسكو الهي وام هاد نقينا ادينا وا كو شكرنا الهي دي الهي ادي كو سو دحمريي وي ما لم يشكر الناس لم يشكر الله وي مركانا شكرناك هدي او الهي ايدي دو ارنتي سي واينا اسكو وان مهدنا يا ربي ادينا وا كو حدود داريا بمعنى ما ورنا يو ايدي بل فيرني كان شغو اود لبو ايدي وهو حتى بدل ايش كويس تسمى حل ايش كويس تسمى اركتني شوي كدو انت امرك اركتنا ماشان ماشان سوك وحبا كما ارك امير ايو مامور ايو بقر ايو مد ماشا جوغ ايو مد كسوق تاغان ايو ايش هو مد كلهم عباد الله مساكين مخلوق وحو ارنتي سأو ابن لغايا ومن الله عز وجل كان او دنتا كسوق شينا لما مدون وي مشكور انه نقو هي إيه معذور انه نقو انا تمي لي كرتادين بل اسكو دي دم باكاسو كشي مدير كا جن ما كشري كد بري هذا صوت هورتا انت هذا اسكو تجي الى هو بندك ها الى هو بندك سل الله عز وجل ولبا اله سبحانه وتعالى وحب ادب ما اوغيده اله ما شهد خير الى لهي يسيده با بري وحي يقول لي الرين ودوني وآدو جعلا أيوة وحي يقول شيخ الرين تاسي يقول دعي أولي بها أرني بوي إلهي وخير هذا يقول تاهي خسية
waxaa tilaa ducad markaa ii duceynaysay ilaahay uu sii khayrna uga dhigday ma baqash wuxuu ka baqay inaan ducada ku daro ilaahay arrinta hadday khayr u tahay ilaahay uu sii markaasuu leeyahay oranay sidaa ee waxaa tilaa ilaahay uu sii khayrna uga dhexdhig may waxaa ka fiican inaad tilaahdo ilaahay uu arrinta hadday khayr tahay isii inaad tilaahdo ilaahay kulli khayr buu kula jecelay wax badan badan oo ilaahay uu kuu diiday oo adugu daba taagnay oo mar dambe kuu caddaatay in laguu diiday ay khayr kugu jirtay ma idin soo martay mise soo marin haddaa fiirsato waa arkaysaa wax badan ood islahay anigo ducadaada maxaa loo aqbali laayahay yaa ducadaada maxaa loo aqbali laayahay oo waxaad arkaysaa marka dambe khayrku uu ku jiray meesha laguu diiday meelaan ahayn wax ka khayr badan ilaahay uu ku siiyey ayaad in badan arkaysaa marka faallahu maxmuudun fii kulli alaxwaal ilaahay waa maxmuud oo mahad isagaa leh kan bani aadamka ee aada isleedahay wax buu gacanta ku hayaana waa macduur haddii arrinta uu ku fulin waayo waxbaha la dagaali alimaam alghazali raximah allah fii baabi alyaqiini isagoo raba inuu arrinta soo dhoweeyo ayuu wuxuu yidhi caadatan wuxuu yidhi boqorada bani aadamka ah markii ay wax siinayaan catahooda ama siintoodu kaash ma aha gacanta waxba qof uma dhiibaan sida caadada yani laakiin waraaq bay qoraan dan baa ula timid intaasoo malyan baa rabtaa waraaq buu kuu qoray bas tawqiic saxiixaysa waraaqdii baad la tegaysaa ninkii lacagta hayay ama khasnajiga ahaa ama bankiga fadhiyey baad ula tegaysaa waraaqdii saxiixii buu arkayaa kabacdina meeshii baa lacagtii lagu siinaya marka lacagtii lagu siiyey ma oranaysid ninkan meesha ka shaqeeya ama bangiga ka shaqeeya ee maxamed ama yuusuf ama ismaaciil leena baa lacagta isiiyey ma oranaysid boqorkii baad u nismaynaysa hadda waxba gacanta kaama siinin isagu waxba kuu tawqiiciyey laakiin waxaa wey boqorka khayr allah siiyo waa lacag fiican buu isiiyey maal badan buu isiiyey sawba wuxuu yidhi walcagsu saxiix haddii ay wax dilayaanna iyagu gacanta kuma mubaashiraan amarun bay bixinayaan mid kale oo iska askari oo shaqadiisaba ay tahay in dadka u dilo ayun baa loo dhiibi kii baa fulinaya laakiin dadku askariga ma qabsanayaan dadkiisii ninka ma qabsana waxay leeyihin boqorkaa dilay amarun buu bixiyey amarkiisii baa ma wax lagu dilama war wuxuu ku leeyahay wax faham kullu maa fi lkowni waa tawqiic rabbaani waxaad helaysid waa tawqiic min allah xagga ilahay bay ka yimaadeen aslu nicmati u celi saaxibaha wahuwa rabu lcaalamiin wamaa bikum min nicmati famin allah isaga ku mahadi marka hore kan kale laa baas shukran ku dheh laakiin alaslu an taxmad allah haddii wax laguu diida ama dhibaata kusoo gaadhana taraaha min allahi وليس من غير الله سبحانه وتعالى والله إيمانك وحلا يبلغ يا إخواني خفك هذه إيمان وإلهي سيو وشيء عجيب لي رمضان كي هدا مسجد قدر أن كتو جنائي صلاة أيو قيام قيام تكني من أخ أو ما شاء الله مصري أو علماء هل كاودن كاجوك تأه ayaa ramadaanka awalkiisaba unala ictikaafaayo yani ictikaaf uu galaa isagu dabadeedna markii tobankii dambe ay soo dhow yihiinoo dhowr cisho ka dhiman tahay ayuu yidhi waan kaa idin qaadanayaayoo makaan socdaa madiinaan rabaa inaan ictikaafo markii hore waxaa dhihi inaan dala joogtaa fiicnaan lahaydo waa nin zaahidaho dee cibaadadiisa aanu ku ta'afurno weyn oo ramadaanka hadduu soo galo timir iyo biyo mooye wax kale ma cuno salaad isagoo ku jira mooye wax kalena arki maysid ba taraawiixdan tukanaynaa markii la kala tago isagu meeshu weli taagan salaad kale u gelaya ilaa qiyaamkii laga soo gaaro salaad kale u ku jiraa marka wuu tegay xaaskiisii uu kaxaystay gaadi bay qaateen waa baxeen almuhim maka markay ka dhammaadeen oo caawa ay isleeyihiin ku degdegayaan intay qoraxdu dhicin aad tobanka dambe ictikaafka madiine aad gashid ayaa gaadigii la gadoomay xaaskiisii meeshay ku dhimantay wiilna meeshuu kaga dhaawacmay
وحادث دعوي يعني وحال غريبة ما هنا هذين كشكي لكن وحال غريبة وأن لي أبني قوة إيمانك منكاس يا أسرتي إلى هي أسي وأن لي أبني أولا ماشي مكة هذي قبل ما قال مكة لو أسي يدنا قف خير بدن بهذو معلمة القرآن هو بهذو الله نحرجته مركو صون غضي هبين كي أي شوق لين خيام كبرنا للتعليم وأسهلان أن أقول ضد كي وابن المرويسين يسوى بسكا ابتسامة يابا وابسكا قصلا يابا عيال في سيدة يرنسي ولا كأنه أصابهم شيء أرنتو تاما أرنتو وحوي والتليفون كي والله وين أدين أخريو تليفون كي موتا طلو يا وحوي رثاب وقري وحو قري وراق بو قري لوانين عالمه وحو قري وراق أو تعزئة أدورون كرتا أما رثاء خلينا والله شوف لكم الشيخ محمد يوسف إن شاء الله وحنجعلها هنا نحلو لأنه إنا ذكا قصدوني ما ينسك إنا الذين أغريا الربا الشيخ سامح بالليلة نعم شيخ إيسو دريبا هذا البدنه مركا وي من فوق بيتكتب بقول لا الرسائل بسهرية سهرة رسالة شيخنا الشيخ سامح قنديل حفظه الله في عزاء زوجته الفاضلة الداعية المربية أم معاوية رحمها الله محيري مرك هذا الكوكوريفيري وحدي شيخ يعني قوة الإيمان يعني الحمد لله رب العالمين بوير والله بوير ما كنت أسعد مني اليوم ما أنت مال الآن كسعادة بدنهي مجرت بوير وما تمنيت أن ذلك لم يكن أرنت بعضينا إن يسندعن ما نتمني بل كنت أحدث به نفسي نفت إذا أرنت ونوشه كينجري وإن قدون كاسل عو حاسك يقول أنت وحا نفت ونوشه كينجري ولكن ما ظننته بهذا الطعم الذي يلذ له القلب طعمي كان وناكسن يسدن وعنت وعنتما يسئ وناكسن إن يقول عيسو وما أنا هيسنن وتأنس به الروح اللهم إني أشهدك أني راض عنها إله الرالين أن قبل كأها بان كامر خاتيك لنيا وراج لها من فضلك ما أنت أهله أنا أرجين يوحد ذي أهل أتحي وكرمي إحسانا فقد كانت تحب لقاءك قبل أسان كؤغا كلن كاغي أذج علي وتحدث بالشوق إليك دائما شوق أي حقاغا أغبتو بيكشي كنجلت لقد عشت بيرشيخ أنتظر هذه اللحظات في خاطري إن بضم بان أرنتا يعني أن كن ورابو إلى النفط وشي كنجري وما سافرت معها سفرة ولا تذاكرت معها فكرة على مدار 35 عاما مضت كومضة طيف أو زورة ضيف إلا وكنت أحدث نفسي به سفر ما أنه ذكرين أمال ما أنه انتقل إلا أرنت النفط إذا وانوشه كنجري وأعد نفسي له نفط إذا وأودي أرنجري ثم مضى به قدر الكريم يا قدريري فإذا هو وابا لطف هي إطمئنان هي سكينة هي انشراح هي رضا هي تسليم إلى اللي يجريبه هي وفرح هي استبشار ما أسعدني اليوم بوفاتك كما أسعدتني في حياتك لولا الشيء ساد سعادة يقول لي بانتي أيان ما أنتنا موت كاي يقول لي باني أيوليه كبعد يلشي أما أنتم يا أبناء أيوليه عبادة عصب إني بالله بتي عبادة الرضا والتسليم لقضاء الله هي إن طريق إني جاي الشيء هو يدين إذا كتر به الشيء أتقص عطان وهذا الليل أو يلشي الله الله يو صاحب ذي الله الله يو تيم واحد قرانا يسامرك أردت وإنا إنا سلف صالح من زمن كي هو رلا جشة كين هاي ده هذا جوجا وزمن كان كلنا نلبا إن إلهي سيدا سوكله وكرهه
يا وأرني يا ملوي ما هني وحاسس بدن يكلم حاس كاكلي وأقول لها الماء يقول له شيء ولي ودوش لا سكرين ومع ذلك أرنتها أقول يو يو حالتي شنو ويسكم من اسم بدلين قول يسكم أورور احتكاف كيسي بدو وصل نقضي صلاة عبادني بدو وصل نقضي تذكر وتعزيين يا أيام مرق يسني يسكم مرق بكم مغتبا مرق بكم مغتبا مرك توفيق الله نوا فجيو معناه حنكو هذا إنسانكم مركو ثقة بالله توكل على الله فعل كربك اسمه مركا وحو أركيابا شيء طيب أو ناكسن مناها غريبة أم سليم قصد يدينا وات كبر هيسانو ويل كيدي أي لا شيء وفلدة كبدها وقرق جيس كمد ميت كوة أي قرق قرق أروس خلقت إنك هذا مغن ما إنا كدن قرق مأتم يعزاك ما يدينا مركا إيمانك يحب الله وحلقه له وحلقه بكرم ماها هدو رب وقفك إنسانك ربك وجعل هذا هانت عليه الدنيا الدنيا ذنور نبابا وهين لن قنيسة يتوكل على ربه يرى فعل الله جميلا وحل وحو إلهي قدره ونقبوا وارك يا الله توفيق الله أنه فجي دنبي أن الله لعفك والدين تهدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم قصير عجيبة ومشي كهشة.